دم يسجل تاريخا مختلفا في مدينة تعز، إذ يرسم لون التضحيات التي تقدمها المرأة لبلادها. هنا قتلت أول امرأة في الثورة السلمية اليمنية، عزيزة عبد عثمان المهاجري، برصاص قناصة. لا نريد شيء، نريد الحرية، لا نريد أي شيء، نريد العتاب على عبد الله صالح. مطلب تقول رفيقات عزيزة ابنة 38 والمولودة في منطقة ماوية شرقية المدينة إنها خرجت من أجله عندما اندلعت الثورة مطلع العام الجاري، وأخذت تشارك في فعالياتها حتى مقتلها، ولذا ينفجر الغضب لفقدانها. قسما بالله على عبد الله صالح، قسما بالله لا تتحاكم، قسما بالله، قسما بالله بدم الشهداء. وبدلا من أن تستكين المرأة، كان مقتل عزيزة بمثابة وقود جديد زاد من لهيب الاحتجاجات النسائية. لم يدع نظام الرئيس صالح وسيلة إلا واستخدمها لمحاولة إخماد الثورة كما يقول شبابها، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع قيم الثقافة العربية والإسلامية وأخلاق المجتمع، كما هو الحال في قتل النساء والاعتداء عليهن. يا جبان يا علي، وصل لعند النسوان، لعند النسوان يا علي، اللي ما معكش احترام ولا معك ولا معك ضمير، بلا ضمير بلا إنسانية. في قصف نفذته قوات موالية للرئيس صالح على أحياء سكنية في مدينة تعز قتلت 3 نساء، كما قام من يصفون بالبلاطجة بالاعتداء على المظاهرات النسائية عدة مرات، لكن المرأة لا تعدم الرد. علي عبد الله صالح هذا مسخ رجولتكم، مسخ كرامتكم، نسيكم دينكم، نسيكم، الذي ترجعني 2000 ريال ممكن تضحي بإنسان. المرأة التي تواجدت في كل فعاليات الثورة منذ بدايتها تقف اليوم جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في تشكيل مسار الثورة، حتى ولو دفعت حياتها ثمنا لذلك، أمر جعل العالم يعلي من شأنها ويكبر من شجاعتها، مجسدا ذلك بحصول الناشطة التوكل كرمان على جائزة نوبل للسلام. بينما يواصل نظام الرئيس صالح إهدار كرامة النساء دون خجل كما تشير الوقائع. حضور المرأة في الثورة اليمنية فاق كل التوقعات بالقياس إلى فداحة الاعتداءات التي تعرضت لها في مجتمع المحافظ، وبذلك لا يكون المرء أمام ثورة لتغيير نظام الحكم وكفى، وإنما أيضا لتأسيس تحولات اجتماعية تعيد للمرأة اعتبارها بعد أن ظلت ديكورا سياسيا طوال السنوات الأخيرة. حمد البكاري، الجزيرة، تعز.